شباب، يوم من الأيام آخر ظهور للرئيس أنا ذاك طلع اللابس لحق لابس عسكر لابس اللابس مدني لحق لابس مدني. أنا طقيت القمصلة الجوزية والنظارات وشلت العرجة بإيدي ولحقتهم بولدز موبيل. أنا ذاك كان لونها أبيض وبيها خط أحمر مقطوم بالنص بين الجامة والبقلايت. كبستلها مال الأمن الخاص أباوع الرئيس قال الطون السبحة خل ألبسها. لبس السبحة الطيارات تفتر فوق أنا بالأعظمية. صعد عبد جنطة أشر للعالم هو سولة إجا الحزب والانضباطي طقوا له تحيات. إجا عبد حمود همس بإذانه قال أبو شاهين لازم يتحرك الموكب لأن الوضع مو تمام يا شباب. بوقت شغلنا السيارات طلعنا مرسيدسات اثنين لي قدام والأولدز أنا ذبيتها بيت عبد حمود شرت بيها بوقتها. طب وقوع العظمية فصم الحذاب وأنا كنت أسوق بسيارة الرئيس. قلت له وين نتوجه سيدي؟ قال البيت خربيط للأنبار. طب وين لهناك؟ جاء عميد حردان وعائلته بالليل. وصلنا وحدة وحدة وربع انذبحت الذبايح الدنيا انقلبت. صارت نبشة من المنطقة قال أكو خطار من كبار الشخصيات جايين لهنا النبش على الضيف. أنا ذاك من أحد الجواسيس اللي كانوا منتشرين على مستوى العراق عامة. طب برزان التكريت اللي حد الآن أتذكر شباب دشداشة لابس هو وابن أحمد وقصي تودع ويا الرئيس. قال له منا أطلع. طلعوا هو وعدي أخذوا المرسيدس الذهبية 560 طلعوا بيها على حدود الرطبة طبوا مناك على دير الزور. لزموهم المخابرات الجوية السورية. قال له القصي نستقبلك بس عدي ما نريده. قال لا ما تستقبلون عدي نرجع. رجع عدي وقصي ومصطفى طلعوا بوجههم وين؟ للموصل. أكل سبح لبس دشداش تصلي دب كان يوقع صاروخ على الاستقبال بيت كبير مات 21 نفر. صح. قالوا ليه شغل السيارة نطلع. قلت له وين؟ قال نتوجه للدور. فقال لي البيت خربيط. قال لهم حاتم الطائع جتكم ذبح فرسه للضيف أما بيت خربيط قدموا 21 نفر إكراما للضيف فعافية بيت خربيط. شغلنا السيارة طلعنا بالبيكم كنا صاعدين آني والسلوان والرئيس لي ورا بيكم بيها بردات لحد الآن أتذكر مضروبة كامل مع المزارعين بيكم فاو إذا تتذكرون عليها يا شباب. طب وين للدور؟ قلت له وين نروح هسه سيدي؟ قال دق الباب. دقيت الباب طلع واحد محدب شايل بايده مغذي وعربانه. قلت له منو هذا؟ قال ما عرفته. قلت له لا. قال كان ويانا مجموعه 40 باوع علي. قلت له ها قيس. طلع قيس النامه. قال تفضل سيدي يغدو لك اولادي فدوه. طبينا اني ونقيب ازهر والرئيس بوقتها وسلوان المسلط راحوا على المزرعة الثانية. قال المزرعة الثانية بها أخوي أحمد المسلط لحد الآن أتذكر العقيد أحمد كانوا يسمونه العقيد المدلل. أنا ذاك شو بالليل قاعدين إحنا مخبوصين الدنيا وضرب وهذا عقيد أحمد رأسا جاب أحمد المسلط رأسا جاب كاولية دق ورقص شباب الدنيا انقلبت. قام يعبرنا التقارير بيما من قناة الجزيرة إنه هيك صار هيك صار. شباب طلعت يومين ورا يومين طلعت برج الأربعة أربعة وربع أسمع صوت مال قزمة وكرك واحد جاي يحفر وبيده زبيل ملثم. لحبت عليه التوكاريب قلت له من أنت ولك؟ باوع عليه قال أنا قيس. قلت له جاي سوى قيس؟ قال جاي يحفر على الكابس سوى نقرة وين؟ يم الحديقة. صح يا في الليل نمشخ بيها ورد يا شباب على مود السيد الرئيس ينزل جو نزل جو حلو. سبع ايام الى ثمانية يوميا العقيد احمد يسأل وين مكان الرئيس وين مكان الرئيس. دزن الرئيس قال اريدك تجيب كيل ونص لحم جاين علي عزة والولد. طلعت بالبيكم يا شباب من الدور والله بيومها
كان قلبه خمشنا عرفتها نتسي. عرفت شلون يا شباب؟ ليش تضحك؟ دق علي التليفون السيد الرئيس ابو شاهين. نعم سيدي. قال باكر 6 كانون عيد الجيش لازم تجي ساحة الاحتفالات. حلو شباب وحق لا اله الا الله. قعدت من الصبح بدلت طقيت الزيتون حطيت التكاريف القراب والجوزه ورحت لساحة الاحتفالات. شباب اول ما طبيت ساحة الاحتفالات شجره ما الزيتون وهاصح وحق لا اله الا الله. زين المهم شباب بدأت المراسيم مال عيد الجيش الاحتفال. صعد السيد الرئيس على المنصة اجى ازت الدور اللاف في البرنة وبطنانية ويصح انا طيه السيد الرئيس انا يمه واقبل. المهم شباب بهالاثناء بدأ الاحتفال. طبت حرس الجمهور بالمشات حرس الجمهور مشات الفرقة التاسعة. دق التليفون وراي تررن 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 تررن. زين التليفون قال تفضل. قال سيدي مقدم محمد وياكم المخابرات العراقية اكو معلومات استخباراتية احد الضباط الخونة نقيب دريد يريد يضرب المنصة وبها السيد الرئيس ويسوي انقلاب. شباب وحق لا اله الا الله ودعت عيونك رئيس اقسم بالله. لا بربك اقسم بالله. لا بربك اقسم بالله. صادق 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 الف رحمة على والديك. المهم شباب ركضت عبد حمود والولد والشباب هناك انتم دير بالكم على السيد عبد حمود والولد حبيته حلوة. عبد حمود الف رحمة على والديك الولد بس كل حزت الدور لا في البرنو بطانية عسكرية وركض بها على المدرجات. لا في البرنو بطانية عسكرية ويصعد بالمدرجات وشعرايته الحمر. وين السيد الرئيس؟ انا تاهل السيد الرئيس ويدفع بالشباب يريد بس يوصل للسيد الرئيس. زين المهم رئيس ركضت المن للحصان مال السيد الرئيس اول ما يدخل بيه الحفله مخلينا ورا المنصه. شباب وحق لا اله الا الله ركبت الحصان ابيض بشراشيب سيف بس السيف ما جرته طربخ 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 طربخ. شباب وصلت للجراج السرب مال الدبابات. بس قل لي شلون طبقت الحصان؟ شلون طبقته؟ حطيت له بايدان يعني وقفته ربطت الحبل زين دريد ما فكر انه انت هاجم عليه ما شافك بالنظر. رئيس جيت سويت له اليوم لو تسولف سالفه قدام العالم ما بحب مفهوم ولا لا تظل تكذب مو حلو تكذب قدام العالم مو حلو. رحم الله والديك رئيس انت تعرف افعالنا رئيس. حبيبي بس من رخصتك انت اليوم اجاك تليفون من المدرجات نزلت ركض. اخذت الحصان مال الرئيس وركضت عليه من على الدبابه. جيت الدرايد وجهه بوجه غير افتريت له هو طابق بالجراج بعد ما طابوا للساحه مال الاحتفالات يم السيوف. يا رئيس يا حبيبي. وقفت الحصان يم الدبابه انا هاي اللي اريد اعرف. الف رحمه على والديك. تسمعني قابل هسه عندي كرش قبل ضعيف شباب وزنه ما يقارب 85 كيلو. وزن الريشه. وهو يمشي الحصان وصلت يم الدبابه قمزت خليت الحصان يطلع قبل وانا شايت على الدبابه. زين وحق لا اله الا الله اقسم بالله صادق 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 زريته من اذاناته قال لا 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 اذاناته لا 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 طلعوا لك اخبار. صادق 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 حبيبه مرحال رحم الله والديك وحق لا اله الا الله ضربته كلبشات الحديد ام المفتاح الزغير شمرته جوا الدرج مال المنصه مال ساحه الاحتفالات. زين كمل الاحتفال على حسب الاصول فاتت القوات المجوقله الفرقه التاسعه احترقت الدنيا. البزرج يروح ويرجع يروح ويرجع تباوح. عبد حمود كذلك دايخين بزمانهم شكو ما حد يرى. شباب وحق لا اله الا الله او السيد الرئيس قال ابو شاهين اشر لي حطيت البرنو ابو زهير عزت الدور مسلي بيها رئيس عزت الدور انا اعطيها لك قلت يا اخبر شليت طيت هل السيد الرئيس الله يخليك سيدي شلون الله يخليك سيدي خلانا طيله. لا من لزمته شلون ضل صيح امروتك سيدي امروتك سيدي خلانا طيله. المهم طيت البرنا واجى الرئيس
الأولى هبد، الثانية هبد، الثالثة خلص ألف رحمة على والديك. رجعنا للقصر، شلون طلعت دريد من الدبابة غير معروف؟ مو قلت لك رئيس ليش خلينا أعيد، مو فحطت فحطتني بسم الله فحطتني. أبو الأنبار أقوى من عندك بس ما متواجد.